نعرف بأن المغرب أصبح يتعرض حاليا لظروف مناخية قاسية أدت من نقصان كمية التساقطات، وبالتالي تأثير ذلك على خزينة السدود وخزينة المياه بالنسبة للفرشات الباطنية والفرشات السطحية. إذن هذا الإشكال غالبا مع الوقت سوف يزداد حدة، وبالتالي على السلطات المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الإشكالية التي سوف تطرح مستقبلا. عندما يتعلق الأمر بمخزون المياه، نحن نعرف بأن أغلب السدود حاليا أصبحت تعرف نقصانا كبيرا في مخزونها، وبالتالي هذا يؤثر تأثيرا مباشرا على النشاط الفلاحي وعلى التزود بالنسبة للمياه بالنسبة للمدن التي تعتمد كليا أو جزئيا على تمويل المياه الصالحة للشرب من السدود. سياسة السدود التي انتهجها المغرب سياسة حكيمة جدا، وبالتالي أدت أكلها لحد الآن، بالرغم من أن الظروف المناخية كانت أقوى من ما حاولت الدولة استعماله، إلا أننا ومن هذا المنبر نود أن نبرز بأن هناك مجموعة من الدراسات التي يجب أن تقوم بها وزارة التجهيز والماء وبالأساس بالنسبة لمديرية المياه على الصعيد الوطني فيما يخص ترقب مستقبلا بالنسبة للمخاطر التي تتعرض لها السدود فيما يخص عملية التوحل، لأن الدراسات التي يقوم بها المهندسون الهيدرولوجيون ليست وحدها كافية، وبالتالي يجب إشراك كذلك حتى مختصين في الجيمورفولوجيا، لأن دينامية الأحواض هي من اختصاص الجيمورفولوجيين، وبالتالي نعرف بأن هذه الأحواض هي المورد الرئيسي بالنسبة للمياه في اتجاه السدود. وعليه ليس فقط فيما يخص الجيمورفولوجيا، ولكن حتى فيما يخص دراسة الغطاء النباتي أو لا دراسة كل ما يتعلق بدينامية الأحواض، وبالتالي إشراك الجغرافيين في هذا المجال يعد إشراكا محمودا لو استعانت كذلك مديرية المياه بهذه التخصصات.